يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور بلس، حلقة 4 31 ماي 2023، اليوم الأخير في شهر ماي المفضل، والحمد لله والشكر لله. عام والعامين اللي وفاه شهر ماي، عام ماي وفاه غدوة عام جديد وختامها مسك، معناها فريمون آخر نهار في ماي تجينا أمطار غزيرة وأحداث، معناها تبارك الله وما شاء الله ومثيرة في بيجا، توقف لقاء مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي في تقريبا نص ساعة 7 دراج من اللعب. ماذا سيحدث في اللقاء هذا؟ شنو يقول القانون؟ ماذا جاء في ورقة المقابلة؟ يسري بوعلي دون عديد المعطيات في ورقة المقابلة اللي تحصلنا على نسخة منها وباش نتناولوها ونشوفوا ما جاء في ورقة المقابلة اللي كان فيها سينيالي رئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي بسبب تفوه بكلام جارح لطاقم التحكيم وتهجم على طاقم التحكيم قبل المباراة. هذا ما جابت بها حرفيا في ورقة المقابلة. نحكي زادة على الاعتداء بالحجارة على سعيد السيبي، توقف المقابلة، الدماء سالت، ومشاهد محزنة ومشاهد معناتها بطبيعة الحال ما كناش نتمنوا نشوفوها، خاصة في ملعب بيجا ومع الأولمبي البيجي اللي كان منتشي بفوزه بكأس تونس لكرة القدم. إذن باش يكون هذا تقريبا الطبق الرئيسي، باش يكون معنا عضو اللجنة القانونية للنادي الإفريقي أحمد التونسي، يكون معنا طرف من الأولمبي البيجي، الفيرسيون زادة نتاع الأولمبي البيجي اللي يعتبروا أنه اللي صار الكل هو مسرحية سيئة الإخراج من قبل النادي الإفريقي. أي نعم، هذا فيرسيون نتاع الأولمبي البيجي، نحاولوا نفهموها أكثر كيفاش مسرحية صارت، كيش قالوا كل شيء مبرمج من قبل وذيك مهوش دم وذيك دبوزة متاع دوي ولا شنو. عنطوكا نعاودوا نحاولوا نفهموا شنو اللي صار اليوم في ملعب بيجي، كان حاولنا إن شاء الله نفهموا شنو اللي صار. نحكي وزاد على مباراة تونس والبرازيل ومتابعة لتونس والبرازيل، مباراة ثم نهائي كاس العالم للأواسط، الهزيمة حاليا 2-0 تفوق لمنتخب البرازيل، نعمل إن شاء الله متابعة. نحكي زادة على اتحاد المنسيري وفوزه في البطولة العربية واحتجاجات الجماهير بسبب تزامن مباراة الترجي يوم الأحد مع نهائي كاس تونس لكرة السلة. مرحبا بكم نسكل في سبورت بلس، تحية كبيرة لكل فريق الأعداد اللي حست هذه الليلة، غدا علاوي في العمل الصحفي، تحية لأمير في الإخراج ديجيتال مع ميم القربي، وكذلك زملائنا في اليفامة تي في سوفيان وي ام، سعيد جدا بوجوده معايا في البلاتو. ثنائي سلسل اليوم عنده هو عن جدارة سمير لما تخرج انت اليوم عن جدارة ليه وعطا غدا نخرجه في التشكيلات وكذا، عندك ما تحكي عليها مباراة فنيا برسم؟ لا لا ما باش نحكي من زاويه اخرى. عندك ديما عندك زاويه موجود بيان سور، والحسه هذه لازمها 3 سوايع. اما التقديم وحده درج ما يساعدنيش 3 سوايع الحسه هذه، خاطر فما فما روما تلعب من بعد. يا سيدي مرحبا بك، ساعه خلينا نرحبوا بقائد السفينه وربانها اليوم وليد قرفال. مرحبا بك مرحبا بسميه، تحيه للساده المتابعين المتفرجين واللي يسمعوا فينا كذلك على الراديو. دونك للأسف الحقيقة ما كناش نتمنيه، واليوم نجيب الحق نحكيه، معناتها مقابلة بين صاحب كأس تونس، مازال كيتحصل على كأس تونس كثير مثالي، بين صاحب المركز الثاني. المقابلة بدأت معناتها الحقيقة في ظروف عادية احتفالية، شفنا جمهور تاع بيجا شيخ، شفنا جمهور تاع بيجا فرحان، ثم الحقيقة الشيء اللي صار ما كناش نستنيه فيه في رابطة أولى في مقابلة منقولة على قناة الكيس يتفرجوا فيها، مش كنت وينسى معناتها حتى العرب والجمهور العربي. للأسف ما زال عنا ما نحكيه، أكيد ما زال عنا بعض المعطيات، أكيد عندك شوية معطيات بس عندك معطيات بس كنت في بيجي أنت ولا جيت لك شوية معطيات ما زال عنا معطيات، التقرير الطبي ما بعثوليش وليد خفيف. هذاك أهم حاجة. مرحبا بك وليد قرفال، كذلك رفقنا سمير سليمي، مرحبا يا سالة سمير. مرحبا، عسلامة، تحية ديكم للناس الكل. صباح نحويلك. والله صباح الحمد لله دباس. مرحبا أهلا وسهلا. إذن بعد شوية الحديث اللي صارت في بيجة تغاط على ماتش المنتخب التونسي مع البرازيل. تغاط على المباراة زادة في حد ذاتها، والله ما لورزمو كنا نحمد ونحكيه على مباراة كرة القدم، لكن مع الأسف الشديد. بعد شوية يكون معنا حاضر الأستاذ أحمد تومي، عضو اللجنة، أحمد تونسي عضو اللجنة القانونية للنادي الإفريقي. فاصل ثم نعود.
بعد شوية مكملين في سبور بلوس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. من اثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل EFM سبور بلوس أيمن زروق. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. اثنين بلاش في 44 دقيقة لعب مباراة تونس والبرازيل تفوق لمنتخب البرازيلي وورقة حمراء للاعب رقم 8 من المنتخب البرازيلي دقيقة قبل نهاية الشوط الأول ومخالفة قريبة واختيرة لمنتخبنا الوطني التونسي. عندنا ملاعبي يشوطوا بالكدي باللي صار إن شاء الله محمد الضاوي علاش ليه ما نرجعوش في سكور قبل نهاية الشوط الأول. تنتابعوا مع بعضنا أكثر تفاصيل حول المقابلة هذية لكن البداية بأحداث بيجا. لانفو دو جور به ناخذ موقف وليد من اللي صار، موقف سمير من اللي صار. قبل هذايا باش نسمعوا مراد الفرشيشي الكاتب العام للأولمبي البيجي، موقف الأولمبي البيجي من اللي صار، ثم باش ناخذوا معانا تعليق عضو لجنة قانونية للنادي الأفريقي الأستاذ أحمد التونسي. وليد، اليوم اللي صار في بيجا في أنا خانة الحقيقة نصنفوه. أنت توا شنوك تطلب مني كمقدم برنامج سؤال نسأله لك، نقوله مشاهد مؤسفة وما كاروش صار هكا ومشاهد يندها لها الجابين وهك الكلام وكاللغة الخشبية اللي سنين الله ونحن نعودوا فيها وكل جمعة نعودوها، فقط يتبدل الإطار يتبدل الملعب يتبدل زوج جمعيات لك شنو قدوا نعودوا نفس الحكاية. شنو النجم نقوله اليوم مختلف مقارنة بما قلناه قبل، مختلف مقارنة بالبلاتوات الاخرين، مقارنة شو نجم نقولوا؟ نجم نقولوا شيء، نجم نقولوا شيء. هذاك اليوم الواقع نتاعنا اللي عنده سنوات وما تبدلش، عنا سنوات وحنا نحكيوا على العنف، على انحطاط الاخلاقي المجتمعي، راهو مش كان في الرياضة سميرة صحيح. اللي مش المجتمع التونسي وخلينا نوصلوا اليوم للشيء هذايا وللاعتداءات هذه. ندخلوا المقابلة تاع اليوم، ما نجموش نفصلوا المقابلة تاع اليوم على اللي صار في لقاء الذهب. يمكن بعض نساء أو تناسى اللي صار في مقابلة الذهب، صار برشة تشنج راهو بين البنك تاع النادي الإفريقي وبنك الأولمبي البيجي. كنت أتذكر وقت حكينا على المدرب طارق جراية وحكينا على المدرب سعيد السيبي اللي كانوا مباشرة من الأسباب اللي أدت للشيء اللي صار هذاك والتشنج وصار ما صار وقت الحكم الرابع درصاف قنواتي ونتذكره ونتذكره شنو صار. دونك ما نجموش نفصل اللي صار اليوم على اللي صار في لقاء الذهب. دونك ماناش نبرو راهو، أما نعطيه في اللونشينمون نتاع الشيء اللي خلطنا البارح. تهديدات كبيرة كانت في بعض الصفحات اللي ما نقولش الرسمية بالنسبة للأولمبي البيجي، لكن بعض صفحات لا حبة أو جاي سعيد السيبي أو باش نفرحوا به أو باش نعملوا له أو كذا. دونك من البارح كان الجو سخون، كان الجو متشنج، كانت الأمور مش هي. وأنا ربما حتى من ناحية التنظيمية ومن ناحية الأمنية نتصور كان من الجدوى بمكان أنه تصير حتى احتياطات أكبر، لأن يعني المقابلة صحيح كانت مقابلة احتفالية لكن التهديدات كانت موجودة قبل المقابلة. لينا شنيا صار ديجا التعيين في حد ذاته سمير حكينا عليه تاع الحكم اللي كنا نجمو نتفاداو من ربيط الوسط، من ربيط سوسة كنا نجمو نتفاداو التعيين هذاك. اش خلى اليوم بعض التشنج يصير زاد قبل اللقاء؟ حكينا عليه البارح ورينا شنيا صار بين يوسف العلمي والحكم يسري بوعلي واللي قيدوا يسري بوعلي يبدو حسب أي من قيدوا على ورقة اللقاء. ثم الطامة الكبرى هي الاعتداء اللي صار والدماء التي سالت من رأس المدرب سعيد الشتيبي في حادثة ليست الأولى في تونس. ريناها مع المدرب مساعد الترجي الرياضي التونسي نادر داود، والصدفة نفس الحكم مسكين وكل ما يمشي الدم يسيل يسري بوعلي، معناتها ما توقفتش وقت المقابلة لأنه كاش فما وقت قانون يخلي أيوة المقابلة تقف سمير ولا قد برشا يتسألوا عن النقطة هذه شبيه ماتش الاسبيروس وضربوا نادر وقت على راسه شبيه ولو راو الماتش. ولو راو عنده حتى وقتها من غير قانون سمير الحكم كانت عنده سلطة تقديرية ما توا ما عادش فما سلطة تقديرية توقف اوتوماتيك قانون يلزم غادي في وقت ماتش سيابي اسبيرانس اجتهاد نتاع حكم ولا سمير ورغبة من الفريقين الاثنين حتى في الاسبيرانس وقت رغبة باش يكملوا الماتش ولا هكا وريناها في زرزيس قيس الزويغي الحكم وقتها محرز الملكي وفي وادي الليل كيف صارت حادثة مماثلة
ايمن دونك الحاوي لا مازالوا زوز حظ القانون هذا يطبق زاد على زوز حالات اخرين هم مباراه الملعب التونسي والنجم الساحلي وقت اللي صار الاعتداء الحكم المساعد ممتع. وكذلك مباراه هلال الشابه والترجي الرياضي التونسي واول فريق طبق عليه هذا القانون 56 ما توقفتش المقابله هو هلال الشابه ما توقفتش المقابله على خاطر الاعتداء صار وقتها في الوقت بدل ضائع معناها بالضبط دونك مانيش في حادثه اولى لكن في فصل اخر الحقيقه من فصول الرداء اللي قاعدة تعاني منها الرابطة المحترفة الأولى والكورة متاعنا الكل هذا راو اللي قاعدين نشوفوا فيه ونغطيوا فيه سمير راو أنا وجبت معاي من في حساسية قراو في رابط الهوات والشبان راو فما أحداث مماثلة وأحداث أخطر وتو نرجع نحكيو خلال وشنيعة على التفاصيل دونك نتاع الحادثة هذه اللي صار اليوم في باجة ما يبعدش وخطونا بربي من لغة مندسين وشرمذة وقلة قليلة وكذا لا شرذمة ولا قلة قليلة ذيك المجتمع التونسي ولا نحكي ولا على جمهور للأولمبي البيجي لا جمهور كذا كيما اللي صار في أحداث ترجي وشبيبة القبيل كيما اللي صار في الأحداث هذه كيما اللي صار في أحداث الكل والجماهير الكل ما فما حتى جمهور متاع حتى فريق تونسي فوق راسه ريشة الكلنا عنا نوع من الهمجية الكلنا مجتمع متاعنا مبني على العنف مبني على العشرية اللي تعديت لي لكلها خراب ينعكس هذية على المجتمع من تحب ندخله في الأمور السوسيولوجية في الكوتي هذية سمير ليه بالحق تعرف عليش تعرف عش نحكي كي صدقني تصور متاع سعيد السيبي قبيلة بالدم ما نجموش نعديهم بتبيع في الراديو خاطر ما عندناش الحق واحد تصور لي في الفيسبوك بتاع سعيد السيبي صدقني تلقى عادي جدا مثلا 3000 رياكت ماك تعرف لي رياكت ثم الكجام ثم الجادوخ ثم المتغشش فما اللي يبكي يبان تلقى بالالاف يحطوا كل هاها اللي يضحك تعرفش معناتها واحد يحط هاها على تصوير راهو يضحك راهو متشمت راهو ما تقوليش قله قليله تقولي واحد ضرب بحجره راهو كي تحط الاف بالنسبه لي انا الالاف اللي حاطين هاها على تصوير سعيد السيبي راهو ما يفرقوش على السيد اللي ضرب بالحجره راهو هذاك ينم عن عقد وعن عنف وعن عديد من الأمور الاجتماعية اللي الحقيقة معناتها سمير الحقيقة لا تقول لي لا جمهور ولا قلة ولا لهم يحزنون معناها يزيون من اللغة المضربة والخشبية هذاك الوضع متاعنا حاليا في العشر السنوات الأخيرة وأخلاقنا أي بطبيعة الحال أخلاقنا المنعدمة بطبيعة الحال ومنسوب العنف اللي يرتفع من سنة إلى أخرى والتشنج نشوفه حتى في الكياس نشوفه في أي مكان تمشي له تشوفه منسوب كبير من التشنج ومن العنف اللفظي والعفظ المادي مالوريزمون وهذا بطبيعه الحال ينعكس على الملاعب متاعنا بالعكس الملاعب تزيد تغذيها وتكون متنفس حتى للي ما تنجمش تعمله في عائلتك وفي الشارع وفي المكتب تمشي تلقى الاوبورتونيتي في الساد باش تمشي تعمله مش لازم تزيدوا كل مره واحنا نطالبوا قداش من المنبر هذا نتكلموا على ماذا بينا الجمهور يرجع جمهور الفريق الزائر وجمهور الفريق المحلي وتكون احتفالية وتكون كذا مالوغوزمون ما زلنا بعاد على وضعية هذيك باجة تحتفل هزت الكوب شفنا تصوير حلوة ياسر شفنا تقريبا 14 دقيقة ما فماش عنف بين الملاعبية شفنا الماتش ماشي في سير طبيعي جمهور باجة يحتفل بالكاس متاعه والنادي الافريقي يهني في ملاعبية الأولمبي الباجي بالكاس هذية وإلى حد تقريبا قبل 5 دقائق من توقف الماتش فما سعيد السيبي مشى للحكم وقال له راهو ضربوني بحجره كان شفتوها في الاكران قبل ما يقف الماتش مشى للحكم والحكم جاله وقت استيب بالاريتي مشى له الحكم وراه الحجره هكا ولا وقال له يضربوا فيها بالحجر بعدها تقريبا 3 دقائق تضرب ضربه اخرى بالحجر وتوقف اللقاء الاولمبي الباجي شنو ذنبه في الموضوع هذا الكل ذنبه الوحيد أنه ذنبه الوحيد أنه يلعب دوميسيل وهو اللي ينظم الماتش وكل أحداث تصير يتحمل مسؤوليتها فريق الأولمبي الباجي ملاعبيته مدربه معناها إنسان غير واعي يضرب مرة أولى وثم يضرب مرة ثانية ويخسر الأولمبي الباجي ولا في طريقه للخسارة ويسوي عاقب الأولمبي الباجي مالوريزمون مش يعاقبوه وما ذنب الجماهير الاخرى تاع الاولمبي البيجي اللي انا شفتها جمهور الاولمبي البيجي اللي ما الجوارات مشيو للفيستير ومازالوا قاعدين شنو ذنبهم هذوك شنو اللي ذنبهم باي اللي ضرب هذايا
يا اخي مش محيط معاه جمهور ولا ما نجموش الجمهور تكون معناها عندهم معناها رده فعل ايجابيه يقولوا لا راهو الجمعيه نتاعنا مش تضر، وتضرت برشا جمعيات في الموضوع في الموضوع هذايا. انا تطبيق القانون خاطر برشا مشاو ماتش السي بي والسي بي وتحكيت عليه توا، القانون يطبق. والنادي الافريقي في نفس الوقت جاء الباجة من اجل لعب الماتش نتاعو باش يربح ماتشو، ومن بعد النتيجه يجيبها معناها ربي سبحانه اذا كان الكلوب لعبت مليح تستحق. اذا كان انت كجمهور غير واعي باش تقوم بالشيء هذايا فتتحمل المسؤوليه نتاعك. نقطه اخرى مهمه ولا نقطتين، نقطه رئيس النادي الافريقي اللي الحكم ربما تم بعد زاروق يكلمنا، كيريتو انت الحكم رئيس النادي الافريقي موجود وتهجم عليك وقالك كلام خارج على السياق، من حق الحكم انه الماتش مازال ما بداش في شوف ما من حق الحكم انه يوقف كل شيء، يكلم المراقب الماتش ويكلم الامن ويقع اجلاء المحيط الملعب الكل، وما يبقى في الملعب الا اللي موجودين على ورقة التحكيم. انت تهجم عليك رئيس النادي الافريقي، تهجم عليك يا سيدي لو فرضت تهجم عليك وقبلت بالامر هذا ولعبت الماتش نتاعك، قبل الماتش تخرج رئيس الافريقي، واكثر من هذا وقت اللي اللخطه اللي صارت حتى في ورقه المقابله هو وقال تقرير يتبع، معناتها مازال ثم تقرير تكميلي. لا مش عامل تقرير تكميلي، الكلمه هذيا شكرهتها ورد تدخل فيها انت الحكايه هذيا تقرير تكميلي. باش نتكلم يسربوا علي. لا ماهوش هذا، ماهوش هذا التقرير التكميلي، مش 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 هذا التقرير يعمل يقول اللي يحب عليه هو الحكم، وانا ما انا مش نكذب فيه ولا نقول له كلامه صحيح. لا تهجم عليك رئيس الكلوب توقف كل شيء، اخويا هذا ما يقعدش في الواحد مبه. وقت الاضطرابات اللي صارت الكل قديش رينا من المسؤولين في التيران تاع الافريق ولا تاع الاولمبيك تاع الكل العديد العديد والعديد والعديد المسؤولين شكون الحكم بالتقرير التكميلي نتاعو ولا بالكلام اللي قالوا، كي هو معناها قاعد يقول اللي هو كطاقم تحكيم ما قامش بالواجب نتاعو، وحتى المراقبين نتاع الواحد ما قاموش بالواجب نتاعهم بطبيعه الحال. ايش يعمل رئيس الكلوب غاديكا ورئيس باجا غاديكا في التراش قاعدين يعمل؟ اللي هو قال قبل المقابله قبل الماتش قاعد يعمل غاديكا في الفيسير يظهر لا لا في التراش هو يعمل في الشوفون وتهجم عليه في التراش. وبالتالي اذا كان حطوا هذا الكل في اطاره كلهم مخطئين، كلهم مخطئين، ومالوروزمون نختم باللي قاله وليد، مالوروزمون انا نتفرج في الماتش ومانيش مصدق الشيء اللي قاعد يصير. جمعيه كبيره كيما الاولمبي البيجي اللي فرحناها الناس الكل، والله العظيم فرحنا الناس الكل اللي الاولمبي البيجي معناها هز الكوب وكذا، يجي فرد ولا فردين واحد من جمهور غير واعي يتسبب في الأزمة هذه. مع الأسف عكسك أنت وعكس وليد، أنا الحقيقة وليت ما عادش نبهت، وليت نعتبر كل شيء عادي، ومع الأسف أنه المشاهد اللي نشوفه فيها وليت حاجة عادية، وليت حاجة بنال إلى درجة أنه وليت كتير، وليت قبل كنت نتفرج فيها يصير لي نتشوك نقول يا اش قاعد صاير نضغ هكا وكذا، وليت نتفرج فيها هكا عادي بون أوكي، ضربوا بحجر هذا دم وسيل ندر ديو دم وسيل، مرة الأخرى سيد يمشي بمنشار في استاد حريقة درجة نوى ما وليت حاجة عادية سافي بارتي دو كوتيديان تاعنا، معناها مالوروزمون. وهذا لا عنده لا علاقة لا بالكورة لا بالواحد، هذا ليا ذي الشعب نتاعنا الجينيراسيون طالع اللي تبارك الله وما شاء الله عليها على شنية طالعة. موجود معنا في المباشر سيد أحمد التونسي عضو اللجنة القانونية لنادي الإفريقي، مساء الخير. أهلا وسهلا سيد أحمد. أهلا وسهلا أيمن، مرحبا بك وكافة الحضور اللي معك كافة مستمعي إف إم. مرحبا بك، نعتذر منك خليناك تستنى شوية، ما خليتك تسمع بالعاني الآراء في البلاتو إذا كان عندك شي تفاعل ولا حاجة دون سو سونس. الحقيقة نحب نحكي معك في خصوص الورقة المقابلة وما دونه يسري بوعلي، خلينا نخليوها بعد شوية، خلينا نحاولوا نكونوا منهجيين باش نسمعوا زادة بعد شوية مراد الفرشيش شنو حكى على الموضوع. لكن قبل هذايا أنتم كنادي الإفريقي شنو موقفكم الأحداث اللي صارت، وهل عندكم موقف قانوني بارابور اللي صار وايقاف المقابله؟ باهي انا خليني نبدا منين كمل وليد قرفاله بحذاك وقال ما نجموش معناها نقصوا التصويره نتاع اليوم غير لا نرجعوا لمقابله الذهاب. وانا تقول له فكر زاده مقابله اخر تنقل للنادي الافريقي في باجه في قبل مرحله البلاي اوف. اوكي. في الماتش هذاك كان تذكر ان كل نادي افريقي بح وقت في الوقت الضايع 3 سنين.
كان تذكروا الناس كل عنا رئيس لجنة الأحباء اللي هو سي ماهر المعمري نهارتها تكسر الأنف نتاعو وفي المركز بعد سامح المسؤول اللي ضربه. معناها أحداث العنف اللي صارت في باجة راهي ماهيش أول مرة بالنسبة لنا احنا. وعلى شيخ العلاقات ما بينتكم توما وباجة معناتها تاريخية معروفة شنو عليه؟ لو كان العنف جاي ناتج علينا نحن تنجم نجاوبك، اما معناها نهار 8 فيفري عندنا مسؤول راهو تعرض للضرب ومع ذلك زاد سامحنا راهو السيد اللي اعتدى عليه وفات غادي كما تحكي انت، على خاطر فما علاقات تاريخيه وعلى خاطر فما معناها امور اكبر من اعتداء معناها نتاع شخص نتاع فرد بين زوز انديه كبار وبين معناها جهه نحبوها الناس الكل. اثنين نحب نمشي ونرجع ديما رانا نحكيو على النادي الافريقي 102 عام عنده الاف بل مئات الالاف من المباريات اللي لعبها راهو يسيئنا برشا وقت اللي نسمعوا كلام من نوع قالوا لنا سايب الماتش ومن نوع نخلصوا لكم بريمات. نحن ان شاء الله نجم نخلصوا بريماتنا ساعه معناها ونخلطوا نخلصوا التزاماتنا نسكن في بالها لان احنا اخر مره عندنا عقل باش يجي يحكي معناها ويسيء للنادي الافريقي بالكلام هذايا رانا ماهوش باش يتعدى بالساهل وراهو باش نقضيو الناس اللي تكلمت الكلام هذا ومش باش يكون معناها كلام هكاكا معناها بدون تبعات قانونيه. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه راهو لازمنا نرجعوا ديما وندينوا العنف مهما كان المصدر نتاعو. ديما اول كلمه نقولوها رانا ندينوا العنف. الثانيه رانا نتمناو الشفاء العاجل للمدرب نتاعنا اللي اليوم معناها يلزم يكون سو كنترول على خاطر فما تقارير طبيه تقول انه فما ريسك نتاع نزيف داخلي او خاصه وانه الجرح غائر والراجل ما عنده فقد معناها فقد الوعي وصل معناها دونك شوف معناها وين وصلنا نحكيو وبعد بالله قبل ما نتعداو للنقطة الثانية أحمد قبل ما نتعداو للنقطة اللي بعدها خلينا في البوان هذايا راهو مهم ياسر خلينا نطمنوا على الحالة الصحية نتاع سعيد السيبي. أنا باش نسألك على الحالة الصحية وأنت تو زدت فجعتنا معناها هل شنو هو فاقد للوعي وعنده ثم ريسك تاع نزيف داخلي ولا شنو بالضبط؟ لا ما قلتش ريسك تاع نزيف داخلي بالمعنى هذا قلت راهو الطب قالوا يلزم يكون سو كنترول الليلة بور ايفيتي اي ريسك ينجم يكون تاع نزيف داخلي لازم يكون سو كونترول معناها ما يلزموش يروح لدارو ولازم يباد تحت الرقابه الطبيه. على خاطر البلاصه اللي ضرب فيها الناس الكل تعرف لي معناها الراس هو موجود في باجه ولا في تونس حاليا؟ باش يتنقل في سياره اسعاف للمستشفى في تونس. لا حول ولا قوه الا بالله. معناتها تو والله العظيم واحد مش عارف شنو يقول. معناتها نتذكر وقتها ماتش سيابي وترجي نادر داو 8 غرز معناها وفقد الوعي. معناتها تعرف لي احنا نادر معناتها عندنا علاقه به وكلمته بعد الماتش راهو فقد الوعي. اليوم سعيد السيبي فاقد الوعي وسو كونترول وشبيت في السبيطار يعني شنو شنية معناها؟ تذكروا لي سعيد كان مدرب الاولمبي البيجي راهو فاقد الوعي معناتها حاجه عملت به. هذا في خصوص سعيد السيبي ان شاء الله نتمناو له الشفاء العاجل سيد احمد. به النقطه اللي بعدها اللي قسيت عليك فيها النقطة اللي بعدها معناها بعد قلت نحكيو على التصرفات نتاع الشيء اللي صار معناها شنو التبعات القانونية نتاعه وبالطبيعة معناها القانون واضح والجدول نتاع الفصل 42 يحدد الحالات هذه والفصل 52 يحدد الرسميين والفصل 55 يحدد الجزاء المستوجب في الحالة هذه دونك ما نراش معناها أي مجال للشك في حكاية معناها مآل المباراة وزاد الشيء اللي قلت لك زاد الطين بلة كان التصريحات نتاع مساعد مدرب نتاع الأولمبي البيجي ونتاع الكاتب العام نتاع الأولمبي البيجي اللي معناها للأسف معناها تصدر على ناس معناها مسؤولة وتتكلم في كاميرا ونحن معناها نحب نعلمك رسميا النادي الفريقي باش يقدم قضيه على معنى معناها المرسوم 54 اللي الناس كل ساعات تشكي منه ولكن في حالات معينه يولي رادع باش الناس كي تبدا تحكي معناها وتسمعها شعب كامل تبدا تعرف روحها شنو تخرج من فهمها وتعرف شنو تقول لانه الكلام اللي يقولوا فيه معناها ما نجمش يتعدى بالسهل. سيد احمد اقعد معنا خاطر ممكن ثم برشا توا ما سمعوش شنو اللي تقال بالضبط. نسمع سي مراد الفرشيشي اللي هو كاتب العام الاولمبي البيجي تصريحه في ميكرو زميلي قيس بنيني كان حاضر في ملعب بيجه. انا تو كنت في المستشفى حبيت نطلع على حاله على عين المكان عنده بوان سيتو ان سول بوان سيتو نجم انا وحدي نضرب روحي معناها الحاله نتاعو ما تستدعيش انسان هذا ياكل. اتصلت بالطبيبه المباشره بون التقرير مش ناخذوه تو ناخذوه غدوه ان
شاء الله ومش عم سبعوا اجراءاتنا ومش تبعوا حقنا الى وين يحبوا يصوم ما يجيش هيا وتكوا كما قال توا صابر المحمدي ثم مقالبات من اصعب من قيس الزواغي زعما ما هذا يا ام بوان سيتور ما عندها حتى معنى بارتي ريسبيرونس سي بي كيف كي وما بقى وقفتش البارتي اللي اذا كان امور مبيته ما يحبوش ربي باجي انا اتقدم وزمها وتشيخ وتفرح مع ناسها ومع جمهورها والله يا حرام صدقوني ظلم هذا نتاعكم ما ثماش حجر وما ثما تضربش يا ثم فيلم ثم مسرحيه ثم شكون شاف من غير ما شكون نحكي شكون ثم قاروره نتاع دم محطوطه في السيسمه في الكاريته نتاعهم وعمل ضرب راح وعمل شويه تامبوناج وكاوري تضربت وعمل فيها داخل هو قام وقت يسعفوا فيه هم الطبيب نتاع نادي الافريقي قام وقاعد يسعف جاء وقالوا له لا ارخد ارخد وتليفونات كانت بعضها جيبوا الامبلونس وخرجوه وخرجت جوارات عملوا فيلم كامل مش معقول نحبوا توا حقنا ونحبوا يتفتح معناها بحث بالحق بيتم معنا الكلمه ونحن ناخذوا حقنا كونهم في الباشي هذا اللي قاعد يصير هذا مش معقول هي ثم امثله وانت بيدك كحكم قلنا له واعطينا المثل زفر هو بيدو بارتي سي بي والاسبيرونس وصار اللي صار وما وقفتش بارتي بعد فيدراسيون تاخذ اذا كان ثم معنا اجراءات بعد بارتي مش توقف بارتي انا جاي مش تفرح انا مش شمال كل غربي كل جاي مش تفرح ثم بشر ثم ناس يفرحوا يضربوا اليوم وحده لوجيك مو معناها ثم ناس جاي مش تفرح جاي مش تضرب اليوم انا ما يقبلش حتى على الاقل ثم توا الابحاث توجي ثم فرقه الابحاث وقفوا توا ثم عنصر من الجماهير مندس في جمهور في باجي من تونس جاي باش يتفرج باهي ثم عنصر جماهير في الاولمبي الباجي مندس من تونس جماعة النادي الافريقي جابوا معاهم دبوزه نتاع فيها بيتادين يعني معناتها واحد وهذيك جست غرزه صغيره ما تستحقش اللي صار هذايا الكل واللي صار الكل مسرحيه وسيئه الاخراج والكل فيلم وليد قرفيل هذا شنو اللي يقولوه مسؤولين رسميين من الاولمبي البيجي نحكيوا على كاتب العام هذا معناتها هذه الموقف الرسمي نتاع الاولمبي البيجي نتاع اللي صار الكل معناتها مؤامره معناتها ما فهم منه حتى شيء يعني النادي الافريقي هو اللي عمل بالعاني باش هذا الكل يصير هذا هو يعني الاستنتاج ما تصحش برشا عبقرية الحكاية هو اللي باش يعطي الرواية اللي باش تخرج الأولمبي البيجي من المأزق احنا بتبيع لنا باش نأكد ونانا باش ننفيه وما كناش غادي كيف النادي الافريقي يقول لك سعيد السيبي تضرب كما قال سمير في مرحلة أولى في لقطة أولى تدخل بالأربيتر في مرحلة ثانية تضرب بربي سيد أحمد أنت كنت حاضر في بيجا لا ما كنتش حاضر في البداية باش نعمل مليحه بركة يعطي الكاتب العام توا اللي قال الخاطر قال كلام خطير وي قال كلام خطير بيان سور ساعه قال واحد من الجمهور من مندسين التنظيم عندكم انتوما يا خويا مش عند النادي الافريقي انتوما اولمبي البيجي المسؤولين مع احترامنا الاولمبي البيجي وفرحنا لهم كان النادي الافريقي تونس الكل حبت اولمبي البيجي جاي من تونس معناتها هو محب النادي الافريقي جاب العاني باش يقمر في راس سعيد السيبي باش تشير المسرحيه باش الكلوب تاخذ ثلاث نقاط حتى من الباب الجديد ومن البارك عندك في جمهورك انت التنظيم عندك انت تو بعد الاستاذ يزيد يوضح النقطه هذه وفي وقت القياسي في الوقت القياسي هذاك كيفاش ثم من بعد يتهم بيتادين ولا شنو وان بوينت سوتور قالوا شنو معناها غرزه واحده فقط. مش حتى غرزه حتى خدش القانون واضح وتوصي احمد يوضح لكم اكثر من هذا معناها اتهامات مباشره وواضحه ما نحبوش المنزلقات هذه وما نحبوش نتيحوا للمستوى هذايا الصوره واضحه قبل بثلاثه واربع دقائق سعيد السيبي توجه الى الحكم ووراه الحجر ثم بعد اربع دقائق صارت اللقطه هذيك فبالتالي الاتهامات هذه انا كنت نسال الاستاذ ثوى على موقف النادي الافريقي القانوني وش يصير الخطا فما اتهامات مباشره للنادي الافريقي من مساعد المدرب وبالتالي عليه ونطق رسمي سمير رد بالك راهو هنا مش حتى النادي الافريقي بتبيع النادي الافريقي حقها القانوني باعتبار ان الاتهامات موجهه صوبا للفريق وللنادي لكن لجنة الأخلاقيات في الجامعة تحل تحقيق وتحقيق فوري تحل تعيط لصابر المحمدي كان عنده ما يثبت والملفات اللي تثبت أو الاتصالات أو الكلام الأقوال متاعه ما كانش أكيد هو بيده لازم يتحمل مسؤولية الكلام متاعه وجود زاد رئيس النادي الإفريقي وجود رئيس الأولمبي الباجي وجود أسماء ومسؤولين وناس ما نعرفهمش موجودين في التيران مسؤولية الحكم ومراقب الحكم ما هيش مسؤولية النادي الإفريقي سيد أحمد التونسي هل على ضوء الكلام اللي كنا نسمعه فيه نادي الافريقي سيتقدم بقضيه في الثلب وفي معناتها ارتيكل 56 يعني نتاع بث الاشاعات وكذا ونعرفوه 54 ابعد كذا نمشيو في المرتبه 54 وفصل 24 اللي الناس اللي تتخرج معناها في مقاطع الكترونيه كلام ينجم يؤدي اولا الى الاشاعه معناها الاساءه للغير كذلك ينجم يؤدي لبث العنف والفوضى
بين السكان. دونك هذايا كلام معناها ماهوش يهاوي يتهموا فيكم الاولمبي البيجي انكم انتم عاملين مسرحيه، هذا الكل مسرحيه باش تقف في المقابله باش تاخذوا 3 بوان. شنو ردكم؟ انا قلت لك هذايا راهو من المؤسف وقت اللي مسؤول قبل ساعه يضرب مسؤول شنو الفريق يكسر له خشمه، وتو المؤسف انه مسؤول يتكلم بالطريقه هذه. رانا نحبوا نكونوا في عقد المسؤوليه ونحبوا نردوا بالنا على كلامنا ونحبوا معناها ما نسيئوش للاولمبي البيجي كفريق والبيجي كجهه، ونخافوا لن نطيحوا في المنزلقات اللي هما ما همش خايفين من يطيحوا فيها، ورانا نحاولوا لو ماكسيموم نهديوا الجو وما نكونوش معناها في المستوى هذاك. ولكن راهو هذا شيء ما تسكتش عليه وراهو باش يتحاسبوا عليه قانونا، باش معناها باش نتبعوهم وباش نشكيوا بهم بكل ما يستوجبه حق النادي الافريقي معناها هذايا. وراهو المره هذه ماناش باش نسقطوا في حقنا ونسامحوا كما عملنا في لقطه ماهر المعمري نهار 8 فيفري، معناها وقت اللي باش تدخل الناس كل شيء من توها ونعلموهم رانا ماناش باش نتعداو. وقتها قلنا راهو سخانه وفي حاله معناها هيجان وكذا، مش في كل مره باش تتعاود، يا اما تكون مسؤول وتعرف روحك شنو تقول وتعرف كيفاش تتصرف وتعرف كيفاش تخاطب الناس وتخاطب العامه وتخاطب جمهورك وتعرف تقول كلام يتسمع. راهو تنجم من الاول تقول نحن ندينوا العنف وبعد والله الحكايه هكا وهكا واعطي الروايه اللي تحب عليها، من حقك انك تكذب ومن حقك انك ما تقولش تحقيقها في اطار دفاعك على ناديك، ولكن مش من حقك انك تسيء لغيرك ومش من حقك انك تسيء الهرم معناها في البلاد اسمه نادي الافريقي تحب ولا تكره. وسامحني راهو يسيئني كان معناها نهار يخمم مهما يكون اسم الفريق معناها في البلاد انه النادي الافريقي باش تربح بالطريقه هذه. النادي الافريقي راهي تنجم تربح معناها رياضيا، وراهي حتى كان ما تربحش تقبل النتيجه اللي حاصله فوق الميدان في اطار التنافس العادي معناها والشريف، وذاك اللي تعلمناه وذاك اللي تربينا عليه وذاك اللي نعرفوه. باهي سيدي احمد نكمل معاك باخر سؤال واخر نقطه بليتو، مش مجرد سؤال، نقطه مهمه جدا اللي هي ورقه المقابله الحكم يسري بوعلي بخلاف هذايا الكل. توا شابيتر سكرناه، شابيتر الاخر اللي هو ورقه المقابله، هاو ما جاء في ورقه المقابله تلقاها معنا توا في الاي اف ام تي في لمشاهدينا. يقول اعلمكم انه قبل بدايه المقابله اثناء قيامي بالحركات الاحمائيه تم تهجم من قبل رئيس جمعية النادي الافريقي سيد يوسف العلمي على طاقم التحكيم وبألفاظ جارحة ومشينة، وأيضا قول حتى بين قوسين نعرفكم تابعين شكون، يعني يوسف العلمي مشى الحاكم لطاقم التحكيم تهجم عليهم قال لهم نعرفوكم تابعين شكون. في دقيقة 5 من المقابلة تم إلقاء شمروخ. بون لبقي كل دي ديتاي بارابول اللي كنا نحكيو فيه، لكن النقطة هذيا شنو الحكاية نتاع يوسف العلمي وتهجمه والشتم وهذا ما جاء راهو في ورقه المقابله حرفيا، وقال ثم تقرير يتبع. معناتها انت ما كنتش حاضر لكن اكيد عندك معلومات ومعطيات سيدي احمد. ساعه هو ما يخفى على حد النادي الافريقي البارح معناها بعث مراسله رسميه للجنه التعيينات تعلم فيها بمعناها عدم رضاها وعدم قبولها بالتعيين تاع سي يسري بالي. والاسباب معناها اولا ساعه منهجيه كيفاش معناها حكم او طاقم كامل من جهه الساحل ومعروفين اللي هم يحبوا جمعيه النجم الساحلي وحقهم هذاك ونحترموا جمعيتهم ونحترموهم هم، ولكن وقت اللي نحن نكونوا في المرتبه الثانيه ويكون النجم الساحلي في المرتبه الاولى منهجيا ما تنجمش تحط لي تحكيم هكا ساعه هذايا. واحد اثنين عندنا سوابق معاه راه الحكم هذايا راه عندنا ادرنا قبل 5 لقاءات 4 هزائم وتعادل، وحتى التعادل اللي نحكيو عليه راه تعادل كان تذكروا الناس كل ضد يجي وقت اللي نادي الفريق واحد بليش انت يلت حكايتك وطلوع وبيعات هذيك الكل يزيد وقت ضايع اكثر من اللي موجود ويتمرك هدف فيه مخالفه واضحه على عطف الدخيلي وتخلينا نلعبوا لاخر جوله وقت ضد الملعب التونسي. معناها الحكم هذي انا مع سواب وقت اللي معناها يحكي على يوسف العلمي تهجم عليهم كان كما قال سمير بكري كان ينجم وقتها يتصرف ويرياجي ويعمل اللي يلزمه يعمله، ولكن ما عملش الشيء هذاك وغاب وبعد حب يمكن جاي الله اعلم انا ما نجمش ندخل في النوايا غاب وبعد انه الماتش معناها وقف بالطريقه هذيك واللي كانت معناها بالقانون النادي الافريقي يربح. دونك في الاخر كمل عمل لنا معناها كلينتين معناها الرئيس النادي باش يعني واحده واحده باش يتعاقب زاد الرئيس النادي. هذا ما عندنا حتى مشكل، نحن ما عندنا حتى مشكل في اطار دفاعنا عن النادي الافريقي مستعدين لكل شيء. به واضح جدا سيد احمد تونسي. فقط قبل ما كان ثم شي سؤال ولا تفاعل وخاطر باش نكملوا ما عندوش علاقه على خاطر سيد احمد ما عندوش علاقه بالمقابله خاطر سيد احمد جبد سؤال جبد من بكري على العقله تاع 800 مليون على
معز الشابي سمعت لي الامور في طريقه الانفراج سيد احمد، فما شكون تدخل معناتها الحديث على منير البلطي انه تدخل والامور طريقه الانفراج مع وكيل اعمال اللاعبين اللي هو محب للنادي الافريقي زاد معز الشابي ما نعرفش كان تاكد ولا تنفي الامر هذا لانه امر يشغل جماهير نادي الافريقي. نعرفوا المشكله قديمه بالكدا بالكدا. شوف شوف نحن راهو باش نحلوا المشكل مهما كانت الطريقه معناها هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه الى حد الان مازال فما حد شيء رسمي، ما نجمش نحكي ونقول ان المشكله تحلت كان كي تتحل فعلا. فما برشا مقترحات نتاع صلح منا ومغادي معناها من شيرتنا نحن ومن جهتهم هما، ولكن ما فما حد شيء معناها في الاخر رسمي. واضح واضح. باهي واضح عندك تفاعل سمير. باهي نخرجوا فاصل ثم نعود باش نكملوا بقيه فقراتنا ومواضيعنا. نحكيوا على تونس ولا برازيل شويه قراءه، فنحكوا على الاتحاد المنسيري وعديد من المواضيع الاخرى. بعد شويه نكملين في سبور بلس مع ايمن زروق على اي اف ام احلى راديو. من 7 ل 8 اي اف ام سبور بلس. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في سبور بلس. سوا 7:45 دقيقة. بعد شوية باش نحكيو على الاتحاد الرياضي المنسيري بوليميك أخرى، لكن نعملوا سويفي لتونس والبرازيل. سمير السليمي حاليا نلعبوا في قداش 52 دقيقة لعب 2 بلاش لمنتخب البرازيل حتى لتوا 52 دقيقة. شنو شاد انتباهك، شنو قراءتك للي يتفرج فيه، خاصة أنه منتخب البرازيل يلعب ناقص لاعب منذ نهاية الشوط الأول؟ هذا هو هذا هو الأسلوب، نفس الأسلوب هو الأسلوب الدفاعي متاع المنتخب التونسي. شوط أول صراحة فيه أخطاء كبيرة، زوز أهداف للبرازيل وزوز فرص واضحة للبرازيل. آخر الشوط كارتون بالنسبة لقلب دفاع المنتخب البرازيلي. في الشوط الثاني إلى حد الآن نوعا ما بالنقص العددي تحسن شوية أداء المنتخب التونسي. الفوارق الفنية خلال الشوط الأولاني شفناها واضحة، فما ارتباك على المستوى الدفاعي والتغطية الدفاعية، فما سيطرة ميدانية بالنسبة للمنتخب البرازيلي اللي فنيا متفوق على المنتخب التونسي، وهذا صراحة شيء منتظر. كنا نستناو أكثر صلابة دفاعية مع مرتدات، ولكن إلى حد الآن ما نجحش المنتخب. نتمناو أنه بالنقص العددي ربما منتصر يقوم ببعض التغييرات. سمير كنت نتصور تغيير مع بداية الشوط الثاني، خاصة نلعب ثلاثة بيفوات ما عادش عنا ما نخسره. بالضبط. منتخب البرازيلي خرج مدافع من المحور، كنا يذول النجم ندخلوا مواجه جبريل عثمان ولا يوسف سنان نضغطوا على المنتخب. كنت توافقني ولا. لا موافقك تماما موافقك تماما. أنت خاسر 2-0 الادفرسير ناقص ملاعبي، دونك اوتوماتيكمون باش تمشي تلعب لاتاك، خاصة انه الوقت قد ما يمشي ما عندكش واجم صريح. لا كريستو لا بشير يعقوب فيهم واجم صريح، يلزمك شويه بروفوندور على مستوى الهجومي. لكن جروسو مودو صراحة الى حد الان فما فوارق كبيرة ياسر بين زوج منتخبات. 54 دقيقة لاعب في مباراة تونس والبرازيل، اذا 2-0. باش نحكيو على الاتحاد الرياضي المنسيري، لكن تفاعلات مازالت بارابور لموضوع بيجا والنادي الافريقي بارابور للي يتقال في البلاتو، وكذلك تدخل سيد احمد التونسي موجود معنا ناطق رسمي للاولمبي البيجي سي كريم الحسنوي. مساء الخير، مرحبا سي كريم. مرحبا مرحبا بالحضور وراديو افهم. مرحبا بك، اهلا وسهلا. الاولمبي البيجي هل يتبنى فعلا ورسميا نظريه انه النادي الافريقي قام بمسرحيه اليوم في ملعب بيجا للظفر بثلاثه نقاط، وانه اللي صار الكل كان مفبرك، وانه ثم مندسين، وانه ثم بيتادين، وانه انه انه لا هي مسرحيه سيئه الاخراج. انا جوفيا داكوز اللي المساله صحيح مفبركه وتحتاج وسائل اثبات باش نكون موضوعي ونجرد على اعتبارات الذاتيه، خاطر انا ناطق رسمي جمعيه الاولمبي البيجي. المساله تستدعي متى وسائل اثبات. لكن المساله تستدعي وسائل اثبات، علاش علاش ما استنوا حتى تثبتوا باش تعطيوا الموقف الرسمي نتاعكم؟ على خاطر قبيله شويه كان معنا عضو اللجنه القانونيه للنادي الافريقي قال باش نتقدموا بقضايا ضد نائب المساعد المدرب والنطق والكاتب العام، قضايا معناتها على مرسوم الفصل 54. وانت محامي وتعرف معناها، فهمت؟ وانت تعرف محامي وتعرف. اي صحيح من حقهم كل واحد معناتها لو دروا دي سي اون جوستيس، كل واحد يشكي على روحه. انا قلت لك انا نتبنى المنهج الموضوعي انه شوفوا هل انه معناتها المدرب سعيد السابي تضرب الحاجه اللي يحكي عليها ولا غيره، وفما رابور دو كوزالي فيه، هل انه فما من الجماهير شكون اللي ضربوا كل شيء؟ علاش انا قلت لك فما مسائل معناتها تخص قناه الكاس
كل الكلوات الموجودة واللي قاعدة تصور في المباراة هي اللي تعطينا الحقيقة المثلى، هل أنه وقع الاعتداء على المدرب أو لا. احنا رانا ما نبيعوش وما نشريوش في أي مقابلة، أنا كل واحد يكو حقه، وكان سعيد السيبي معناتها وقع معناتها الاعتداء عليه بالصورة والكيفية اللي موجودة، كل جمعية تحمل مسؤوليتها. هو انتم تشكوا في الاعتداء على سعيد السيبي ولا الاعتداء على سعيد السيبي بالكيفية الموصوفة؟ خاطر راهو الاعتداء اعتداء كي تكونش حتى تخبيشه. والله يعطيك الصحة، سؤال مهم جدا، وانا نشكرك على شيء هذاك. مش على كيفية الاعتداء، احنا نشكوا في اصل الاعتداء موجود من عدمه. كان فما قلت لك كان اعتداء على سعيد السيبي، جمعية الاولمبي البيجي تحمل مسؤوليتها، فهمتني؟ اما الموداليتين تاع الاعتداء معناتها صار الاعتداء، اما الكيفية غالطة وكذا زاد معناتها احنا نشكوا حتى في اصل الاعتداء، فهمتني؟ الناس هذوما جاوا باش يلعبوا في، خلينا نزيدوا يشكيوا بي انا، معناتها جاوا باش يلعبوا في ملعب دجا بجمع الكميتي، وفهمتني؟ وعندهم معناتها المساله اللي محسومه اللي جمعيه الاولمبي البلجي معناتها عندها بيرفورمانس وعندها معناتها تنجم تتغلب على جمعيه النادي الافريقي باسلوب سهل، جاوا عملوا مسرحيه سيئه الاخراج، فهمتني؟ باهي هذا بطبيعة وانا اتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا بالمرسوم وبالفصل معناتها سيكونتيس ونعرفوه كلنا، ورانا سندافع على جمعية الاولمبي البلجي لاخر رمق في حدود الحق، في حدود معناتها انه الشفافية الموجودة نحبه نفيه، الشفافية الموجودة معناتها كان صار الاعتداء نتحملوا مسؤوليتنا، الموداليتين تاع الاعتداء نتحملوا مسؤوليتنا، اما نحب ناكدوا للجمهور الرياضي ونحب ناكدوا لقناه اللي معناتها راديو اف ام اللي عنده شفافيه اللازمه، اللي ما وقعش الاعتداء على سعيد السيبي كان معناتها تدرب وقع معناتها النواميس نتاعه وقع معناتها تدرب معناتها النادي الافريقي باسلوب الشفافيه كان خير، معناتها راهو اللوم ولا غدوه الحقيقه تظهر يظهر الاولمبي. في بالك انه الكلينيك اللي موجود فيه سعيد السيبي يطلبوا انه باش يعدي ليله غاديكا ولا؟ يعدي ليله معناتها سو كونترول، معناتها سو كونترول كونترول عنده، اسمعني عنده واحد راهو عنده ورتكه واحده، فهمتني؟ غرزه واحده، ما تصورش حاجه تعمل غرزه واحده، وانتوا لكم معناتها شوفوا معناتها شوفوا توا يا فهم تستدعي طبيب واحد باش يشخص الاضرار اللي صارت سعيد السيبي، وهل انه فما علاقه بين الحجر اللي ضربته وبين كذا رتق؟ معناتها اسمعني انا اتحمل مسؤوليتي في كلامي. بطبيعه هذايا الكلام ديما نحاول يعطيك صحه سي كريم، انك انت زاد ذكرتني اني باش نعاود نذكر انه كل الكلام اللي يتقال في البلاتو راهو مسؤولين عليه، معناتها مهما كانت الجمعيه ومهما كانت الجنسيه سواء موريتانيا ولا كذا، ما تجيبنيش لا لي انا لا القرفال. لحظه سي حسني، انا جاوبت على افاد خاطر نعرف باش تقف على الحقيقه انه السيد اعتدى على نفسي وحرام وعيد انه يسكت الفعل. خلينا ناخذ شويه تفاعلات معايا قرفيلة وسمير يحبوا يسالوك فقط. اي باش نهنيك يا سي كريم، خليني نهنيك وخليني نقول لك راك غلبتني في الريان وما شاء الله على الاولمبي البيجي. اعطانا لونفي ديما سي قرفيلة بالحق، ثم شحنه كبيره ديما نتفاعل معاه انه بالحق يعطي الامور حقا قدرها، وانا نعزو علاش خاطر ديما دفعني باش نقول راهو الاولمبي البيجي هز الكوب او هز الكوب في المهم. انا يا خويا ان شاء الله مبروك مره اخرى وكاس مستحق بالله. اي خلينا نقدم ما عادش عندنا برشا سي كريم، نخرجوا من موضوع سعيد السيبي ان شاء الله ربي يشفيه. الاتهام الخطير زاد نتاع صابر المحمدي اللي مباشره وجه اتهام مباشر للنادي الافريقي بمحاوله ارشاء الاولمبي البيجي، وهذا اتهام خطير وخطير جدا من صابر المحمدي. انت كناطق رسمي ومسؤول في الاولمبي البيجي، رايك في الكلام هذا، وهل كنت على علم بالكلام هذا قبل اللقاء؟ ما كنتش على علم هذا الكلام معناتها الامانه قبل اللقاء، اما اعطانا في صابر المحمدي اللي هو المدرب المساعد لجمعيه الاولمبي البيجي معناتها اعطانا بدايه حجه، فهمتني؟ على انه بدايه حجه، اي بدايه حجه بطبيعه الحال، فهمتني؟ بداية حجة، خاطر الحجج ما تكتمل إلا ما ينزل قرار في ولا حكم في الموضوع، فهمني؟ بداية حجة على أنه وقع الاتصال به ولا بغيره من أجل تحويل معناتها النتيجة، والنادي الإفريقي في غنى عن الشيء هذا.
باهي سيدي ذولي كنت باش تسالوا على نفس السؤال. تحيه لي بطبيعه الحال واهلي بيجا مبروك الكوب بالنسبه للاولمبي البيجي. الاخطر الاخطر هو هذا هو معناها محاوله تغيير نتيجه لقاء والرشوه هذا الاخطر بالنسبه لنا احنا وصراحه معناها تهمه خطيره ان شاء الله معناها تظهر الحقيقه قريبا لاكثر. وبارابور للفيرسيون اللي اكد سي الحسناوي وزيد قالها قبيله شويه الكاتب العام تاع الاولمبي البيجي سي الفرشيشي واللي خدينا عليها تعليق من عند النادي الافريقي اكدها تو سي الحسناوي نتاع يعني المؤامره ومسرحيه وكذا هذا كلامه هو بطبيعه الحال بطبيعه الحال. لكن بالنسبه لي انا تو الحجه على من ادعى هكا ولا دونك فما ادعاء ربما بمحاوله تغيير نتيجة او محاوله اغراء بعض اللاعبين وكذا على من وقع الاتصال بهم اثبات ذلك وللحديث بقيه بطبيعه الحال. هذا ما يمنعش نعاودوا مره اخرى معناها نقولوا مبروك للاولمبي البيجي على ما حققه الى حد الان. والله العظيم خساره انه العلاقات بين الاولمبي البيجي اللاعبين قبل اللي كانوا يتالقوا في الاولمبي البيجي الاكثريه نتاعهم يمشيوا للنادي الافريقي. معناتها اليوم بالحق سي كريم علاش اليوم وصلت العلاقه بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي؟ كان معنا احمد التونسي يقول لنا حتى في المقابله الاخيره في المرحله الاولى تم الاعتداء على ماهر المعمري رئيس لجنه الحبيه، شفنا شنو صار في لقاء ذهاب البلاي اوف اليوم كيف كيف. علاش اليوم العلاقه بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي خذيت منحى اخر ما تعودناش به في العلاقات التاريخيه بين زوج فرق هذوما؟ الافريقي علاقه طيبه وعلاقه طيبه معناتها ضربه في التاريخ اصلا، فهمت؟ ما نعرفش علاش وصلت معناتها واحنا ما عندناش حتى الزرقه نتاع النتيجه ولا غيره، فهمتني؟ احنا قاعدين نقدموا من مباراه لمباراه قاعدين نقدموا في معناتها في اداء طيب. النادي الافريقي ولا غيره معناتها ما عندناش حتى بالعكس. اما انا نحب نبين ونتحمل مسؤوليتي زاد في ذلك اللي السيد السيبي كان معناتها القتل التي افاض الكاس زي ما يعمل في الاشياء هذه حتى عنده تاريخ حافل من النادي الافريقي راهو كجمعيه محترمه. سعيد السيبي كان يراني في الاولمبي البيجي راهو من ماضي قريب جدا. كان من المغضوب عليه كان ما زعما طيحنا السيد هذاك، فهمتني؟ وكان ديما مع احترامنا ديما لسعيد السيبي وكفائته بالطبيعه. لا احترام نحترم الناس كلها. نحترم الناس كل. اما كان قبل خلينا نعطيك نقطه انا كان مدرب الاولمبي البيجي كان قبل يسالنا شكون الاربيتر وحكيت مع الاربيتر وغيره معناتها هذا السلوك نتاعو سعيد السيبي هذا اي معروف. انا نستغرب انا كيفاش سعيد السيبي يشد النادي الافريقي. يا اخي عندك اشكال شخصي معاه سيد ما فهمتش. لا ما عنديش اشكال شخصي انا ديما كل موضوعي راهو صدقني انا توا مع الكاتب العام وصابر المحمدي وغيره انا من العلمي ما عنديش معناتها ما عندناش علاقه به معناتها باش يجي ويغير مجرى المباراه. اما السيد السيبي انا معروف السيد هذا في سلوكياته فهمتني انه ينجم يغير كلام محسوب عليك سي كريم معناتها وي وليد تفاعل يسال الشيء. لا بتبيعه الكلام هذا يلزم السي كريم وسعيد الشابي اكيد ان شاء الله ربي يشفيه عنده حق الرد بتبيعه معناتها. لا مؤكد اي مؤكد 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 تجينا تسمعني مقابله معناتها عندها تو عامين مقابله شو اسمه عندنا مقابله كانت فاصله في تحديد بقائنا من عدمه في الرابطه الاولى. سيد السيبي خير انه يبقى في النزل باش ما يلتحقش معناتها للمباراه. كان معنا المتلوي نجم المتلوي فهمتني وقلنا خلي يبقى في النزل خير ما يلتحق مباراه خاطر عمل موسم رديء جدا فهمت. وعنده علاقه سيئه من الاولمبي البيجي تعكرت في اخر المقابلات اللي معناتها اللي خاضها الاولمبي البيجي سواء كان مع نجم الكوي واللي تفادي النزول. سي حسناوي باهي يعطيك الصحة، جو بريفير انه ما نزيدوش ندخلوا في أكثر تفاصيل على ما يبدو ثم أمور ماهيش ماشية بالكل بين سعيد سيبي والأولمبي البيجي وثم أمور شخصية معناها بطبيعة الحال راهو سعيد سيبي ربي يشفيه مهما كانت شنو هي التفاصيل معناها غرزة ولا تخبيشة ولا حتى ربي يشفيه سعيد سيبي. وبارابور الكلام اللي تقال تبيع عنده حق الرد سوى جمعية النادي الأفريقي بقى الحلقة الكل جيت سيرو انا باش نمشي كلها في الكلوب وباجا مع خاطر اللي صار معناتها غير عادي. نتذكروا بالفاصل 56 وليد اللي هو
تنقح في 28 ديسمبر بعد الحادثه تاع نادر داوود في لقاء التراجيدي ولا واللي تعاقبوا على اثره اربع جمعيات اللي هما هلال الشبه والملعب التونسي قواف القفصه وود الليل في صوره الاعتداء على رسمي من المقابله واللي تم في الارتيكل 52 وضحوهم شكون الرسميين الهزيمه بر بيناليتي وتعيين ثلاثه مقابلات المقبله في تيرا نوتر ملعب اخر وتختاروا الرابطه وخطيه 20,000 دينار وبالنسبه شكونهم هما مع ليزوفيسيال اللي هما المدرب اعوان الامن كذلك الحكم وطاقم التحكيم والمسؤولين وكذا هذا هو معناتها الارتيكل 56 وفي انتظار قرارات الرابطه في خصوص هذا الموضوع اللي اعتقد انه واضحه هي قرارات الرابطه الى اين ستؤول وواضح وجليا انه الاولمبي البيجي هو الفريق الخامس اللي باش يتعاقب على الارتيكل 56 معناها في انتظار معناتها نشوفوا الاثباتات تاع الاولمبي البيجي اذا كان ثم مسرحيه ولا ما فماش مسرحيه لانه كل شيء توا هو نظريه المؤامره في تونس. يعطيك صحة سي سمير سليمي أستاذ فتحي المولدي غدوة عنده حصة معناها عنده ما يخدم سبحان الله يجيش غدوة وعده يعطيك صحة يجي وحده ولا يجي زروق ولا ولي حتى يعطيك صحة وليد قرفيلة يعطيكم الصحة أنت تولي تحكي هكا كان وقت اللي تتنفنف الأمور برت عدل للدوزيام قبل ما تروح شكرا للجميع كنتوا في المتابعة والسماع نلتقي إن شاء الله غدا كالعادة في نفس التوقيت صباح الخير على EFM أحلى راديو